اخر حاجه بقى نتكلم فيها في مباراه الاهلي واسوان. طبعا احنا هنا من بدايه البرنامج وبنتكلم عن فار روم، منهجنا واضح ان احنا بنتكلم عن اخطاء تحكيميه، لا عمرنا مره شككنا في ذمه حكم، ولا مره اتكلمنا عن ضمير حكم، ولا مره اشرنا باي اصابع اتهام لاي حكم، وعمرنا ما قلنا اي اتهامات لاي حكم لا داخل مصر ولا حتى داخل القارة إلا لما بيكون في دليل مثبت على هذا الحكم. إذا تناولنا في الفقرة دي دايما تناول للأخطاء التحكيمية، ودي عادتنا ودي حلقاتنا دايما من فار روم. في مباراة أسوان حصل خطأ تحكيمي من وجهة نظري كان لازم نتوقف عنده بشكل كبير جدا، لأن خطأ في تطبيق القانون في التعامل مع بروتوكول الفار. نطلع نشوف الفيديو ده عشان نرجع نعقب. هنا محمد عادل صفر قبل الكرة واضحة، وشوف بيصفر وقال ان الكرة لمست يد. بغض النظر بقى، خلينا نوصل للحكم، بغض النظر الكرة جت في الايد او ما جتش في الايد، وانس ان الحكم صفر على لمسة اليد قبل ان الكرة تجتاز خط المرمى انقطع وانتهى دور الفار. محمد عادل صفر بان الكرة لمست يد كويس ولغى. هنا الفار خلاص ملوش يتدخل. تتحسب ايه بقى؟ يحسب لمس اليد. مشكله فار ما يتدخلش، الفار معاه كوميونيكيشن سيستم، سامع الصفاره وسامع كل حاجه، المفروض ان هو يعمل كيب سايلنت، يسكت، ملوش دور. قرار هنا احتساب لمسه اليد. لمسه اليد، يعني الهدف غير صحيح. الهدف ده لا يحتسب. الحمد لله ان ما تقول لي ما اثرش في كده. خلينا بهدوء كده نوضح القصه ماشيه ازاي. القصه ان احنا هنا مش بنتكلم الكره لمست ايد مهاجم اسوان ولا ما لمستش ايده، احنا مش بنتكلم هنا في القرار، احنا بنتكلم في تطبيق القرار. يمكن الكابتن احمد شوبير وهو بيعلق على المباراه قال ان ما ينفعش البروتوكول يتدخل، وقال ان محمد عادل صفر، وبما ان محمد عادل صفر انتهى ما بعد الصفاره. يمكن الكابتن احمد شوبير طلع انتقادات ليه كتير جدا، فجاب التلات اهداف ومحمد عادل وتعامله مع التلات اهداف ما كانش بيصفر، فلما يجي يصفر في التوقيت ده هو هنا مش بيصفر هدف، هو هنا بيصفر من وجهة نظره لمسة يد، وبالتالي تدخل الفار كان غير قانوني. أنا هنا بقى مش بتكلم هي لمست إيد ولا لأ، أنا بتكلم في بروتوكول الفار عشان عندنا حالات مشابهة برضه هنستعرضها معاكم، لكن ده كان كلام الخبير أحمد الشناوي. وأعتقد إحنا هنا يا فارس دايما بنتناول اراء الخبراء التحكيميين مش وجهه نظرنا. احنا لا نعقب بوجهات نظر، لان التحكيم عامل شبه الرياضيات، هو لا يحتمل وجهات النظر. 1+1=2 خطا في تطبيق اهم او احد اهم القرارات الفنيه في التحكيم، وهو ان بما انك صفرت كل ما بعد ذلك يعتبر كان لم يكن. ولكن ما كانش ده الراي الوحيد، كمان كان معانا كابتن رضا البلتاجي وهو بيعقب على نفس اللعبة. نطلع ونشوف قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم جدا. صفارة توقف او تلغي كل ما بعدها. تمام صح. يعني لو في صفارة اطلقت قبل تجاوز الكرة خط المرمى يبقى اواصل لازم القاضي. لا هو الحكم صفر اللي هي على اساس هي هاندبول، بس هي ما طلعتش هاندبول، يبقى القرار ايه هنا بقى؟ لا والفار قال للحكم ان الكره مش هاندبول، الكره ما جت في صدره خلاص، اصل الصفاره كده وقفت اللعب. وقفت اللعب صح؟ وقفت اللعب. كابتن يعني الصفاره كده وقفت اللعب. كابتن رضا الراجل بتاع اسوان شاط الكره طلعت من رجله راحه في المرمى، مفيش اي حد خبطها، ما تخططش المرمى بس راحه في المرمى، الحكم صفر. كابتن الكره الصفاره قبل تجاوز الكره ولا بعد تجاوز؟ قبل تجاوز بس الكرة. بعد ما شاط قبل تجاوز المرمى الكرة تجاوزت الخط ولا ما تجاوزتش؟ في الحالة دي المفروض أنت تستأنف، يعني مش هدف حقيقة كده. لكن محمد عادل قانونا احنا بنتكلم قانونا، عارف كابتن محمد عادل اتعامل بإيه؟ بروح القانون. بس هو ينفع فيها روح قانون؟ خطأ قانوني ينفع فيها روح قانون يا كابتن؟ لا هنا دي مفيش فيها قانون. عجبني أنا السؤال الواضح اللي بعيدا عن الحالة دي، لو لاعب بيسدد الكرة رايحة في اتجاه المرمى خلاص هتدخل، والحكم لسبب ما صفر. كابتن رضا البلتاجي قال خلاص الأمر محسوم، بما معناه أن ما بني على باطل فهو باطل، بمجرد إطلاق صافرة الحكم حتى لو اللعبة كانت هتبقى هدف صحيح كل شيء بعد كده هو العدم سواء. ولكن اللعبة دي بتخليني أرصد حاجة، فكرة عامة. اتحاد الكرة عليه
أن يتحلى بمسؤولياته في الفترة القادمة، لأن ده جزء مش عايزين أي احتقان ولا شحن بين الأندية نتيجة قرارات تخص اتحاد الكرة. كابتن محمد عادل آخر مباراة كان حكمها كانت الأهلي وبيراميدز، ورجع كان فيها أخطاء زي عدم طرد دونجا في لعبة حمدي فتحي اللي شفناها كانت تستحق الطرد المباشر، ورجعنا بنلاقيه أول مباراة ليه بعد الأهلي وبيراميدز بتكون برضو مباراة الأهلي وأسوان. هنا لازم اتحاد الكرة ينأى ويربأ بنفسه تماما عن أن يكون الإعلام اللي بيطرح أسئلة منطقية وموضوعية ما نحتاجش أن احنا نطرحها اتحاد الكرة، لأن هو يعي مسؤولياته ويعي حساسية الفترة المقبلة. رسالة هامة جدا لاتحاد الكرة. بالتأكيد يا فارس، لكن بما أننا بنتكلم في حالة زي دي، وزي ما أنا مؤكد تاني أن الكرة مش بتكلم هي لمسة يد ولا لا، ولكن أنا بتكلم في إجراء تطبيق قانون أو بروتوكول الفار. وتخيل لو الهدف التاني كان اللي أنقذه على لطفي دقيقة 93 كان دخل، كان ممكن المباراة دي يكون مصيرها إيه، لأن ده خطأ في تطبيق القانون. الغريب أن الكلام ده لما بيحصل مع النادي الأهلي في وقائع سابقة، الصفارة بتنهي الجدل، ما بيتدخلش الفار. احنا جايبين مباراتين بعد تطبيق تقنية الفار، مباراة من الموسم الماضي ومباراة من الموسم الحالي. مباراة الموسم الماضي كانت مباراة الاهلي والمصري، هدف صحيح للنادي الاهلي، حكم المباراة امين عمر صفر قبل ما يدخل الهدف مرمى فريق المصري، الفار لم يتدخل برغم صحة الهدف. ده اللي احنا حابين نوضحه، لازم يكون في تطبيق للقانون على الجميع. هدف الاهلي كان صحيح ومع ذلك اتلغى. تعالوا نأكد لكم ان هدف الاهلي في مباراه المصري كان هدف صحيح من خلال برضو اراء خبراء التحكيم. نطلع نشوف الفيديو. طبعا التسلل مش موجود، نعم، يعني هو ما ادي باين اهو، ادي احمد الشيخ لحظه لعب الكره من دماغ مروان محسن. التسلل مش موجود. هنيجي بعد كده للالتحام، نعم، هيبان من ورا الجول. مروان محسن طالع اهو، طالع يلعب الكوره، حارس المرمى هو اللي بيتحرك رايح يشترك، نعم، في لعب الكوره. اللي انا عايز اقوله، مروان محسن لم يرتكب اي مخالفه، ما عملش اي مخالفه، ما عملش اي حاجه. النهارده بيطلع يلعب الكوره، المحارس بيروح عليه. ان حارس المرمى كونه يقع مش معناه ان المهاجم ارتكب ضده مخالفه، لا. اللي حارس المرمى راح خبط في مروان محسن، نعم، والمدافعين وقع وسقط على الارض، والحكم احتسب الفاول. هدف صحيح طبعا، لم يحتسب. هدف صحيح طبعا، ولكن خلاص اتطبق بروتوكول الفار، حكم صفر، مفيش تسلل، مفيش فاول، مفيش اي احتكاك، مفيش اي حاجه، والنتيجه كانت 0-0. المباراه دي طبعا الحمد لله انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0، لكن انا بتكلم والنتيجه 0-0، قانون او بروتوكول الفار اتطبق على النادي الاهلي برغم صحه الهدف، ولم يطبق لمصلحه النادي الاهلي لما كان الوضع معكوس وكان الهدف لفريق اسوان. فده حابين نلقي عليه الضوء، ودي ما كانتش الحاله الوحيده يا فارس، بعد تقنيه الفار كان في حاله كمان للنادي الاهلي، وده الغريب جدا. وكان هذا المشهد اللي شفناه في مباراه اسوان قاصر على تنفيذ القرار ضد النادي الاهلي فقط، اما القرار لمصلحه النادي الاهلي كنا بنشوف اكتر من وقعه بشكل مختلف. بواليا هدف مؤثر جدا لو كان اتحسب كان هيفرق معاه. شفنا برضو قرار بنفس الطريقه وعدم اللجوء لتقنيه الفار، لان الهدف خلاص كان الحكم قال فيه قراره. نطلع ونشوف الفيديو. لعيب النادي الاهلي ناطط مع شريف اكرامي حارس، الاثنين رايحين منافسه على الكره. الكره وقعت من ايد شريف. ده تنافس عادي جدا، وانا ابرر في الكره دي. انا لو حكم مباراه اكمل اللعب بسبب بسيط، انا لو حارس المرمى وطالع امسك الكره وفي دفع لازم الكره هتنزل قصادي. انا شايف طالما انت ما حسبتش، بس هي المشكله الناس قبل مش عايزين يعني نتهم الفار في اللعبه دي. قولي ليه بس يا كابتن شوبير؟ لان يعني حتى انا وكابتن سمير يعني شفناها واكدنا عليها، ان كابتن جهاد جريشه صفر وانس ان الكوره بتقع من ايده. طب هاتوا لنا كملوا لنا اللعبه بقى عشان نشوفوا صفر ولا لا. صفر. كمل يا بس استنى اهو لسه اهو اهو ها بص اهو برافو عليك بيصفر برافو عليك برافو عليك عشان بس خلاص. يعني نشيل الفار برافو عليك. صفر قبل الهدف، فبالتالي كان قراره يجب حتى تدخل الفار. وقال كابتن احمد الشناوي ما نقدرش نلوم الفار.
ولكن مهم كمان ان احنا مش بس نعاقب في حالة تخص النادي الاهلي، مهم كمان ان الدوري يستفيد. فرسالة لكل الحكام سواء المساعدين او حكام الساحة، في المساعد في فار، ما تتسرعش في رفع الراية في اي لعبة، وحكم الساحة ما تتسرعش في الصفارة، في فار ممكن يديك الفرصة انك تراجع قرارك. ومش كل المباريات هتبقى زي مباراة الاهلي واسوان، ان حتى لو صفرت هيحتسب هدف على النادي. خلينا اكلمك في النقطه دي وندي مثال واضح بفيكتور جوميز في نصف نهائي دوري الابطال قبل الماضي امام الوداد. الاهلي حامل الرايه، رفع رايه في الدقيقه 4، مروان محسن سجل، فيكتور جوميز ما اطلقش صفيرته ولجأ للفار، واكتشفنا ان حامل الرايه كان خطا في قراره وخطا في تقديره اللعبه، وفيكتور جوميز كان صح في قراره وصح في انه يستمر اللعب وانتظار قرار الفار اللي منح النادي الاهلي هدف مستحق. فاحنا بندي السلبي وبنوضح لك نموذج ايجابي تتعلم منه، فده بالتاكيد مش عيب. عندنا الفار بيتطبق خلال سنه ونص، نتمنى ان يكون اخطاء الفار اقل من كده بكتير، لان البعض بيظن ان اخطاء الفار دي مرتبطه بنتيجه مباراه. يعني النادي الاهلي في مباراه بيراميدز خسر نقطتين، ركله جزاء ما اتحسبتش، هدف تم لسه جايبينه وتم الغائه، لكن في اثار نفسيه. لاعب زي وولتر بواليا لما يجي ينزل في بدايه عهده مع النادي الاهلي ويسجل هدف في شباك مرمى بيراميدز اكيد هيوصل لقلوب جماهير النادي الاهلي وهيديله دافع ان هو يكمل بكفاءه، فدي كمان اثار نفسيه بتقع على لاعب واثار نفسيه بتقع على الفريق اللي طالع من تعادل عاوز يعوض اخفاقه في المباريات القادمه. فنتمنى محاوله ادراك الاخطاء التحكيميه، خاصه الاخطاء اللي احنا جبناها دي اللي فيها فارس عدم تطبيق لبروتوكول الفار. طبعا خطا في تطبيق القانون هو تحكيميا لما تيجي تتكلم بيبقى اسوأ حاجه. في فرق ما بين الخطا اللي قائم على مهاره الحكم، في فرق ما بين الخطأ القائم على تطبيق القانون، وده بيكون شيء صعب جدا. فنتمنى رسالة أخيرة لاتحاد الكورة تكون متولي مسؤولياتك وتعرف أن الفترة الجاية حاسمة جدا ولا تقبل الأخطاء.